البنات كي دايرين لاباس عليكم اموركم هانيه مرحبا بكم في معايا في نهار جديد وفيديو جديد عرفتوا البنات هذا الصباح صابحين عيني اش غنقول لكم بحال شي وحده سكرانه عرفتوا ما عرفتوش واضح لكم ولا لا هانتوما عرفتوا هنايا هاد البلاصه هاد الجفن هنا وهنا وارم دابا راه غير شويه مني درت شويه الماكياج وهذا كيبان عادي ولكن راه باينين عيني بانهم وارمين ما عرفتش علاش صابحين لي عيني بحال هكا اصلا البارح فاش كنت زعما هكا هزه التليفون وداكشي حسيت بعيني ضروني بزاف واصلا انا زعما ماشي من داك النوع اللي كنخلي الضو بزاف في التليفون بالليل خصوصا بالليل فاش كتكون طافيه الضو زعما كنقص ليه الضو لاقصى درجه باش هكا ما يكونش شعب بزاف على عينيا ولكن على ما اظن ان يعني كثرة التليفون وهذا هو اللي دار لي بحال هكا صابحين عينيا يعني وارمين وتيضروني تيحرقوني هانتوما تشوفوا بحال مدمعين فيهم بحال واحد الدمعه ما عرفتش مناش انا قدرت قلت من التليفون والله اعلم غنمشي غندوز للفرماسيان باش ناخذ شي حاجه نشوف شنو غيقولوا لي واش شي تقطيره ولا غيقول لي خصك تمشي تشوفي الطبيب ولا ما عرفتش المهم غنمشي بعدا للفرماسيان نشوف الا عطاوني شي دواء وهذاك راه مزيان الا قالوا لي خاصك تمشي تشوفي الطبيب راه غادي نمشي هكا عند الطبيب ديال العينين حيت فعلا ولاو كيضروني وحتى الشوفه البنات ما لاحظت راسي ما بقيتش كنشوف الحاجه البعيده بزاف ما بقيتش كنشوفها زعما خصني تنقرب ليها عاد نشوفها داكشي اش ضروري خصني نمشي نشوف زعما نمشي للطبيب نشوف مالهم وهذا وقلت منا غادي ندوز للسوق السوق ديال انزكان بما انه حل اليوم قلت غادي نمشي نشوف الى لقيت داك البابيي بان اللي دايره في الكوزينه داك اللي كيتباع هكا بحال المربعات غنشوف الى مازال السيد اللي هكا خديته عنده ومنها نصورو لكم حيت بزاف د البنات سولوني فين كنتي خديتيه واخا نعت لكم ما عرفتوش نعت بالضبط ولكن غنمشي الى لقيت السيد حالو هذا راه غادي نصورو لكم وناخذ من عنده القياسات اللي خاصني زعما باش نكمل الكوزينه كامله راكم عارفين باقي لي ماشي النص وانما تقريبا غير واحد البلاصه من هنا وبلاصه من الجهه الاخرى غادي نكمل فيها النص هكا ديال بابي با وصافي المهم هذا هو الغرض اصلا علاش خارجه هذا النهار صراحه الصباح هذا يلا تقريبا شي 10 الصباح فقت بكري وفطرت ما درت حتى شي حاجه في الدار البنات والله العظيم الدار باقا مرونه كامله قلت ماشي مشكل خلي حتى من بعد زعما هكا حتى نرجع الروين اصلا ما كتساليش ادم وبابا خليتهم صافي راه كيوجدوا باش نخرجوا كاملين ويلا معايا حتى نكملوا هذا الفيديو المهم البنات سمحوا لي مصورت لكم مازال حتى شي حاجه من فاش كنت خارجه الصراحه كنت باغا نصور لكم داك المحل كما قلت لكم ديال داك السيد اللي كنت غناخذ عنده البابي بان ولكن فاش مشيت للسوق لقيته ساد يعني ما حلش وما عرفت زعما كيفاش نقدر نصور حيت اصلا كون صورت لكم المحل غيبان غير الكراج حيت الاغلبيه اللي في السوق سادين يعني انا ما دخلتش للسوق لتحت وانما مشيت الفوق فوق القواس تما فين كاين داك السيد اغلبيه سادين يعني شي محلات قرار اللي حالين وما لقيتش عندهم للاسف داك البابي بان اللي بغيت حيت كنت باغي نكمل الكوزينه حيت زعما بقى لي ديك البلاصه خاويه شات شويه المنظر ماشي تلهيه قلت زعما باغي نكملو باغي ندير حتى واحد البابي بان لهذيك الطبله ديال الكوزينه ولكن ان شاء الله مره اخرى غادي نخليه حتى من بعد ان شاء الله وغنعاود ندوز عنده باش كنشوف الى حل المحل حيت هو اللي عنده تقريبا جميع الانواع ديال بابي بان وحتى الاثمنه اللي كيدير جد مناسبه ومن اللي غنمشي ان شاء الله عنده غنلقاه راه غنصورو لكم البنات غنبارطاجي معكم هاد الحويجات اللي خديت صراحه ما خديتش بزاف د الحاجات غير شي حاجه بسيطة وصافي حيت كنت خارجه غير على قبل هذاك البابي بان وعلى قبل التقطيره اللي قلت لكم على قبل العينيه المهم ملي مشيت عندهم الفرماسيان عطاوني هادي وقيل هادي هي اللي كيعطيو كاع الفرماسيانات ملي كتكون زعما ضرك شي حاجه في عينيك سولاتني زعما واش ما كيكونش ليا العمش هنا وداكشي قلت لها لا غير هاد الصباح صابحين وارمين وكيضروني كيحرقوني المهم عطاتني هادي قالت لي جوج في الصباح وجوج في العشيه ولا زعما ما فاتنيش الحال من هنا الاسبوع قالت لي ضروري تشوفي الطبيب المهم غادي نجربها ونشوف الا ما دارت لي حتى شي حاجه ودزت البنات حتى المرجان ما خديتش فيه شي حاجه حيت اصلا ما كانش زعما شي حاجه اللي جديده يعني نفس داكشي اللي كاين غير المواد الغذائيه وهذا انا ديجا مقديه كلشي جبنا غير دويره هكا كنشوفو زعما واش كاين شي بروموسيون ولا شي حاجه كنت باغا شي لبسه لادم ولكن بيني وبينكم لقيت تقريبا جوج لبسات اللي حاطين جداد تما ولكن ما عجبنيش الثوب ديالهم رقيق بزاف رهيف يعني اتصبن مره واحده صافي غادي يخسر داكشي علاش تفاديت قلت حتى
زعما تمشي السوق ونقلب على راحتي وناخذ لي شي لبسات بحال هكا دوك الشورطات والتيشيرتات، حيتاش دابا زعما كاين الصهد وما عندوش هو صراحه الحويجات ديال الصيف ديال داك العام، مابقاوش كيجيو قدو، والاغلبيه ديال الحوايج عنده غير سراول ديال الجين والتريكوات ولا سورفيتات يعني هكا سخونين، ودابا مع سخون الحال ملي كنبغي نخرجوا ما كنلقاش ما نلبسوا والله العظيم. بعدا ما خرجتوش معايا اليوم، خليته جالس عند ولاد لوستي كاينين وكيلعب معاهم وداكشي صافي، قالت لينا جنتي والناس نخليه هنا تما احسن ليه هنا ما يخرجش. المهم مرجان خديت منه غير هذا الخبز، هذا خديت هذا الكومير يكون مقال من البنات، هاد الكومير واعر فوق ما مشيت للمرجان كناخذ منه، خديت منه جوج باكيات غير هكا باش نديرو الكوتي ولا باش نتغداو، اصلا البنات مازال كامل مغديين من حق الله العظيم. عرفتي خرجنا بكري وبقينا كندورو وفي الاخر زعما ما قديناش شي حوايج بزاف، ولكن ضيعنا الوقت في السوق ومازال ما وجدت الغدا لا والو، قلت نبارطاجي معكم بعدا شنو خديت عاد من بعد نمشي نوجد الغدا. المهم خديت هاد ليرانجيت ديال بومبيرس وقيلا بومبيرس، اول مره غادي نجرب ليه هادو البنات، خديتهم من المرجان. انا عاده كنستعمل ليه دوك اللي كيجيب ليه باباه من اسبانيا، دوك اللي خاليين من لانكول ما فيهمش الريحه و ما كيديروش الحساسيه للدراري الصغار، ولكن دابا تلاقى انني تسالوا ليا وما وصلتش راجلي صراحه يجيبهم، داكشي علاش قلت نعدي لهادو، خديت غير باكيه وحده غير باش نقضي ليه دابا زعما هاد الايام بين ما يجيبهم ليا عاوتاني راجلي. صافي هادو هما الحوايج اللي خديتهم وقيله من المرجان. صافي وخديت هاد الشكلاط انا نوريه لكم، هذا ديال المرجان، هذا ديجا دشنا حليت وعطيت منه شويه الادم في الخبز كيعجبو بزاف، اول مره ناخذ هاد الماركه ديال المرجان ودقتها البنات زوينه بزاف. المهم هادو هما الحوايج اللي خديت من المرجان، والسوق خديت منه كانوا خاصيني هادو، هادو البنات اللي كنمسحو بهم لي ماسك، انا نحلهم باش يبان لكم. كتعرفوا هكا الا كنتو دايرين شي ماسك في الوجه ديالكم وداكشي كتبغيو شي حاجه تغسلو بها باش هكا دغيا تحل، باش تحيد زعما دغيا والله ما بغاو يتفتحوا ليا، واقيلا خصني نقطع هاد زعما الذكاء هاد المرات كيطيحينا كلاخ شويه. فيهم جوج كانوا عندي اصلا انايا بحال هادو، كان عندي على شكل قليبات الا كنتو كتشوفوا، ما تديوش على الضفر جربت فيهم الصباغه وهذا في السوق وبقاو. المهم خديت فيهم جوج هادو البنات، من الاحسن انه يتبدلوا كل 15 يوم تبدلوهم او لا الماكسيموم شهر ويتبدلوهم، بالنسبه للناس اللي كيستعملوا لي ماسك حيتاش كيشدوا الجراثيم في هاد التقيبات هادو اللي كيكونوا فيهم هنايا، وراه رخاص ما غاليينش بزاف. هادو بجوج خديتهم ب 10 دراهم. وخديت الحاجه الاخرى، خديت هاد البانده هادي ديال الشعر، هانتوما تشوفوها فيها واحد البابيون هنايا وفيها هاد العقيق، عرفتوا كانوا عندي جوج ديال البندات، وحده في الغوز وحده في بحال الخضير ولا شي داك اللون، هذيك الخضره البنات بحال طارت والله ما عرفت فين هي. داك النهار فاش مشيت لدارنا قلبت في دارنا وداكشي ما كايناش في داري ما كايناش، قلت 100% غنكون نسيتها فاش كنت مسافره لمراكش حيت كنت ديتها معايا 100% غادي تكون تما. صافي واخر حاجه خديت هاد جوج ديال الصباغات هادو، شوفوا كيفاش هذا هاد اللون، ها هو راني جربته هنا وهذا ها هو، انا صراحه عجبني هذا بزاف، هذا اللون ديالو خفيف وزوين. المهم هادشي اللي خديت حيتاش كيما قلت لكم عندي كلشي تقريبا، مشينا غير على قبل داك البابيي فلا وما لقيتوش. وحاجه اخرى البنات اللي خديت املو، هانتوما تشوفوا املو البنات، خديت تقريبا 4 كيلو، 4 ديال البواطات هكا، انا نوريكم ها الثالثه وها الرابعه، تقولوا لي علاش فاطمه خديتي 4 كيلو؟ المهم ماشي كلهم دياولي، ولكن علاش كناخد انا فيه كميه كثيره، حيتاش اصلا هاد املو ديجا كنت ضايقاه وشاركته معكم المره فاش كنت جبتو، بزاف د البنات قالوا لي فاطمه ورينا من خديتيه، بالنسبه للسيد اللي خديتي عنده غنشوف واش باقي عندي لك اخت فيزيت ديالو، خلي لكم النمره ديالو، ماشي اشاره البنات والله العظيم، ولكن غير حيتاش كيدير املو زوين وبنين وعلى حقه وطريقه وش حاجه اللي خاطره زعما ماشي فيه ركود الزيت وصافي، عنده ديال اللوز وعنده ديال الكاوكاو والاثمنه البنات شغنقول لكم جدا جدا رخيص خصوصا ديال الكاوكاو، والله الا زوين بزاف ما كتفرقوش كاع بانه من اللوز من ديال الكاوكاو. المهم انا خديت فيهم هنا 4 كيلو، صافي غنجمع هادشي دغيا وندوز للكوزينه باش نوجد الغديوه ديالنا. المهم اليوم مشهيين الحوت مشوي، جبنا معنا السردين من على برا قلنا غادي نشويوه، وغادي نعطيكم واحد الحيله اولا واحد الطريقه ديال لانكول، نقول لكم البنات
اي وحده عندها وليدات صغار بحالي انا، عقلتها البنات المره اللي فاتت فاش كان ادم هز الستيلو بقى كيخطط ليا في الصالون، جربت معاكم ديك الطريقه ديال بيكربونات الصودا والخل وسنيال وبقيت كنحك، هذيك الطريقه كتحيد الستيلو ولكن كتبغي الحك كان البنات حتى كضرك يديك، كتهزيش حاجه حرشه زعما بحال مثلا الحلفه باش كتغسل الماعن وكتبقاي تحكي 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 عاد كيحيد عاد كيحيد. وادم سخن عليه راسو البارح وعاود نفس المشكل، ما عادش يلقى واحد ستيلو وحق الله العظيم حنا جالسين، المشكله كنا جالسين حداه، انا جالسه فداك السداري وبابا جالس السداري الاخر، ولقى ستيلو وجلس كيخطط على الثاني. والمهم واحد البنت كانت كتبات ليا في لي كومونتير فاطمه شوفي جربي لانكول بوحدو وشوفي راه غيحيدو لك مزيان، وداكشي اللي درت خديت لانكول كانت القاعه كانت عامره، خديت لانكول غير كنخوي على داك ستيلو قسما بالله البنات كتمسحو غير واحد المسحه هكا صافي دغيا كيمشي، زعما هذا ما غاديش يخطاني مازال حيت ادم صافي ولا دابا ولف انه فين نلقى ستيلو يدوز يزوق ليا الصالون مره يزوق بيت الناس. المهم هذه هي الحيله اللي بغيت نقول لكم البنات اللي كيعانيوا كم ستيلو في شي تيشيرت في شي حاجه ديال وليداتهم، ديروا لانكول خويوه على الطبعه ومسحوه بشي شيفون راه تتحيد ديك الساعه صافي. البنات دابا غادي ندوز باش نوجد الغديوه معاكم ويلاه معايا الكوزينه. اول حاجه غنبدا بها البنات هنا كما كتشوفوا معايا خديت الكورجيت وقطعتها هكا على شكل طولي حيت غادي نصايب الزعلوك ديال الكورجيت كيعجبني بزاف وكيجي مواتي مع الحوت هكا مقلي ولا مشوي كيعجبني معاه بزاف. غنوريكم البنات واحد الطريقه سهله واقتصاديه، كتشدوا الكورجيت كتقطعوها هكا على شكل طولي كديروا لها شويه الملحه وشويه ديال الزيت غير واحد شويه هكا باش يجي فيها زعما داك الطعم زوين، وكناخذ الماكينه ديال بانيني كنسخنها مزيان نفرش فيها واحد البابيي الومنيوم باش هكا ما كتلصقش ليا ديك الكورجيت ديالي، وصافي من بعد كنسد عليها كنخليها تقريبا غير المده ديال 5 دقائق كتكون واجده وكتجي رطبه وهشيشه وبحال مقليه. هاد الطريقه جربوها البنات وردوا عليا كيفاش جاتكم، انا الصراحه من نهار جربتها وليت دائما كنديرها للكورجيت وحتى للدنجال فاش كنبغيها كنصايب به زعلوك، ما كنبغيش يشرب ليا الزيت وما كنبغيش يجيني مقلي كيجي هاك عامر بالزيت. هاد الطريقه اقتصاديه وكتخلي هكا الكورجيت تجي ناشفه وزوينه بزاف. صافي غادي نغطي عليها بالبابيي الومنيوم ونسد عليها الماكينه كما قلت لكم تقريبا راه غير 5 دقائق ما كتشدش معكم الوقت، وفي هذا الوقت تكونوا نتوما كتوجدوا حاجه اخرى يعني ما كتبقوش مقابلينها هكا وتقليو فيها وتخافوا على تحرق صافي. ومن بعد كناخذها فاش كطيب كناخذها وكنمعسها مزيان مزيان في شي مقله ولا شي كاسرونه المهم الحاجه اللي بغيتو نتوما، وكندير لها العطريه ديالها. هاد الزعلوك البنات كيجي خطير جدا وساهل ودغيا كيوجد كما عرفتوا راني ما دخلتش بكري من زعما من على برا داكشي علاش درت شي حوايج اللي ساهلين دغيا كيوجدوا، وفي نفس الوقت شي حاجه جديده ما بغيناش الصراحه ناخذ معنا شي حاجه من الزنقه قلنا حتى نجيو للدار ونطيبوا. هنايا من بعد ما طابت لي ديك الكورجيت انا معستها وزدت معاها شويه ديال الثومه تقريبا واحد جوج دروس كبار وشويه ديال الطحميره الخرقوم الابزار وواحد شويه ديال الكمون وزيت بلديه. البنات هي الاهم في هذا الشيء كامل اللي كتعطي واحد المذاق خطير واكيد الملحه. صافي كنخلطها هكا غير فوق من العافيه غير كتشحر وكتشرب ليا ديك العطريه وكتكون واجده. هذه الطريقه كنديرها البنات حتى للدنجال حتى هو كنديروا على هذه الطريقه، ما بقيتش كندير زعما ديك الطريقه التقليديه ديال فاش كنصبوه مع مطيشه والقزبر وداك الشيء ما بقاش كيعجبني ما نكذبش عليكم. هذه الطريقه كتجي زوينه وسهله وما زعما هكا ما كتاخذش ليا الوقت. في هذا الوقت راني خليت راجلي كاين برا غنتغداو اليوم في الجريده خليته كيشعل لينا هكا الفاخر باش غادي نشويو الحوت على برا، راكم عارفين الريحه ديال السردين داكشي كتبقى في الدار داكشي علاش قررنا باش نخرجوا برا ونتغداو هكا مجموعين. كاينين عندي حتى ولاد لوستي كما قلت لكم راهم زعما خليت معاهم ادم كيلعبوا داكشي، وفاش جينا لقيناهم هما راه تغداو وكلشي، حنا راه اصلا ما تقريبا درنا غدا وعشاء راه حتى شي 6 د العشيه ولا 7 د العشيه عاد كناكلوا يعني هاد الغدا، داكشي علاش درت دغيا دغيا شي حاجه اللي دغيا كتوجد. الطبيله ديالنا البنات من بعد ما صافي ساليت كلشي تقريبا ما خداش ليا الوقت بزاف، هنا صايبت هاد الشلاضات ديال الخس والبصله والفرماج ديال الموتزاريلا كندير معاهم شويه ديال زيت اركان والملح والابزار كتجي لذيذه البنات. هاد لاصالاد هادي جربوها وردوا عليا. وهنايا كنت صايبت شويه ديال الخضيره فورتها ودرت ليها حتى شويه ديال الملحه
وشويه ديال الزيت بلديه، وهذا الزعلوك من بعد ما طاب صافي وتشحر وخليته حتى برد تماما. وهنايا كان راجل صافي راه كيشوي لينا الحوت، وبدينا كنتغداو. هنا كانوا معنا حتى الدراري الصغار جالسين، وصراحه دازت واحد العشيه زوينه. خرجنا على برا وخرجنا الطبيله على برا، ما تديوش هذيك الطبله البنات، راه كان زعما كنقيسوا عليها هكا غير على برا. وحطينا شويه ديال المناضه، وهنا حط ادم الموتور ديالو جالس كيلعب. هنا كنوريكم شويه، راه حنايا كناكلو وفي نفس الوقت كنشويو. كتعرفوا الحوت كيبغي يتكال سخون. من بعد البنات صراحة بقينا جالسين العشية كاملة وحنا برا ومجمعين وكنضحكو، والوليدات هكا كيلعبو حدانا. صافي دخلت للدار، هنا تقريبا راه قربنا نعسو حيتاش بقينا جالسين العشية كاملة وحنا برا. وصراحة جاني واحد العيا، واحد العيا البنات شنقول لكم، حيت اصلا ضليت النهار كامل وانا خارجة من هكا زعما فاش فقت. وهنا جيت ندير روتين، جيت نمسح داك الماكياج اللي كان في وجهي. اول حاجة بديت بها خديت هنايا واحد القطن ودرت فيه شوية ديال دي ماكيون. كنستعمل انا هذا ديال ايف غوشي، كنمسح به الوجه ديالي كامل مزيان من داك الماكياج اللي فيه. صراحه كيمسح مزيان، وزعما بديل شحال ديال دي ماكيون جربتهم، ولكن هذا البنات زوين بزاف الوجه، كينقي الوجه. هانتوما تشوفوا راه تقريبا ضليت نهار كامل وانا بداك الماكياج ويلا حيدته. هنا غادي نستعمل بالنسبه للوجه ديالي غندير هاد الغسول او لا هاد الكوماج ديال اوريفلام، كنت شاركته معاكم فاش خديته. كنت خديت الكوماج وخديت في نفس الوقت الكريم ديالو، حتى هو زوين بزاف. هنايا كيديروا على الوجه يكون ناشف وفيه بحال واحد الحبيبات كحلين رقاق، ما عرفتش واضح لكم البنات ولا لا. كنحاول هكا زعما نبين لكم حيتاش الاضاءه ضرب لي الضو على راسي من الفوق، داكشي علاش ما كيبانش مزيان. فيه بحال حبيبات ديال الكوك هكا رقاق بزاف، كتبقاو ديروا بهم واحد المساج للوجه ديالكم، كيحيد لكم زعما دوك الخلايا الميته وكيغسل لكم الوجه من الاعماق. من بعد صافي كنغسل وجهي بالماء مزيان مزيان وكنشف هكا بشي فوطه. ضروري البنات من بعد زعما هكا فاش كتغسلوا حاولوا تنشفوا وجهكم زعما غير بشويه، ماشي تبقاو تفركوا فيه حيتاش البشره كتكون حساسه وخصوصا ديال الوجه. من بعد غنمسح الوجه ديالي بهاد التونر ديال اوريفلام، حتى هو هاد لاكام ديال اوبتيمالز، هذه هي كنستعمل مؤخرا. وصراحه لقيت عليها واحد النتيجه اللي زوينه، وكتصفي الوجه كما قلت لكم، وكت زعما كتحارب التجاعيد هكا بالنسبه للناس اللي عندهم التجاعيد، زوينه ليهم بزاف. انا صراحه مازال ما كاينيش التجاعيد ولكن انا كنستعملها. هنايا كنمسح داك البقايا ديال الماسكارا، راكم عارفين ما كتبغيش نهائيا تحيد بالماء وكتبقى تلخ وكلشي. هاد التونر زوين بزاف الوجه، كندوز على وجهي كامل وعلى عيني بالاخص. ومن بعد اخر اضافه غنديرها ولا اخر حاجه هي هاد الكريم دو نوي ديال اوبتيمالز، حتى هو غادي نديرو الوجه ديالي كامل وغندير بحال واحد المساج خفيف هكا. ومن بعد البنات غادي نمشي باش ندير التقطيره العينيه ونمشي نعس. صراحه ضروني عينيه بزاف هاد العشيه، وفاش جيت زعما كنا خارجين هكا في الشعه لاحظت حتى انا ديك الشمس ضراتني في عينيه. المهم بقيت دايره تقريبا نهار كامل وانا دايره نضاضر، حتى جيت للدار غير هكا باش نحاول نحمي شي شويه. وصافي هنا غنسد معكم لا فيديو البنات، كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، تكونوا دوزتوا معايا نهار زوين ولا شي زوينه، ونكون شاركت معكم نهاري كيف ما هو. هذا هو الروتين تقريبا اللي كيدار دائما اولا كل يوم. هنا نقول لكم بسلامه عليكم، تهلاو ليا فراسكم، وحتى شي فيديو جديد ان شاء الله.